عنه محدثا عن نفسه وما ذلك إلا لزهده ورعه رحمه الله، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي، إنها تتقلب علي. يخشى على نفسه لأن النية في قلبه تتقلب، وهذا أمر لا يسلم منه إلا القليل من الزهاد والعارفين بالله، لكنه من زهده وورعه يحدث عن نفسه ويقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، تعبت معها. لماذا؟ لأن النية دائما فيها تتقلب. ترى الناس يمدحون فتركن أحيانا للمديح وتحب ذلك بل وتطلبه، فخشي على نفسه رحمه الله تعالى أن يكون المدح هو المبتغى من العمل. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بالنسبة للإخلاص وتعريفه. أما محورنا الثاني فهو منزلة الإخلاص أو مكانة الإخلاص في دين الله تعالى، ما قيمته وما أهميته في ديننا الحنيف. نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. أمر الله تعالى لنا أن نعبد الله ليس شكلا ولا مظهرا فقط، وإنما خالصا من قلبنا، فلا تكون عبادتنا متحققة بمعنى الإخلاص، أو لا تبتغي العبادة مقصدها إن لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين حنفاء لا يبتغون غير الله. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يقول الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في هذه الآية عن قوله جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، سئل ما معنى ذلك، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال رحمه الله: أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. العمل إذا كان خالصا لله لكنه لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. ما معنى هذا الكلام؟ اشترط الإمام الفضيل من مقتضى قول الله سبحانه وتعالى: أيكم أحسن عملا، اشترط أن يكون العمل خالصا لله تعالى وصالحا أيضا. خالصا لله لا يبتغى غير وجه الله تعالى به، وصوابا أي موافقا لما أمر الله تعالى به، وسيأتي ذلك كيف. ثم قال: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، بدأ يصنع أمرا يقول هذا لوجه الله تعالى لكن يخالف أمر الله، أمر لا يبتغى منه الأجر، يخالف أمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العمل وإن كان في نيته مخلصا لله لكنه غير مقبول، كان خالصا لكن لم يكن صوابا. قال: وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، قد تكون عبادة من العبادات لكن لم يقصد بهذه العبادة وجه الله، إنما كان فيها الرياء، دخل الرياء إليها، فكان العمل في ظاهره صواب لكن فسد العمل بالنية حينما كان تبتغى به غير مرضات الله تعالى. فقال:
إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذن يجب الاقتران بين أن يكون خالصا لله تعالى وصوابا على كتاب الله، على منهج الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، أي سنة الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله عن هذا الكلام الذي نتحدث عنه، قال جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذان ركنان أو ركنا العمل المتقبل، عمل صالح فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك بهذا العمل سوى وجه الله سبحانه وتعالى، أن يبتغي بذلك العمل وجه الله تبارك وتعالى. فهذان ركنان أساسيان لقبول العمل. قال صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي يرويه الإمام النسائي: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وقال أيضا في حديث آخر يرويه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده رحمه الله تعالى، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. انظر إلى هذا المعنى أخي الحبيب، تأمل معي إخوتي المشاهدين، تأملوا معي: الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم، يعني يوم يجازى الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أمر خطير، أمر عظيم. حينما يرائي الإنسان بعمله وإن كان صالحا لكن لا يبتغي به مرضاة الله جل في علاه، يوكل يوم القيامة بثواب ذلك العمل من الذين كان يرائي لهم ويبتغي منهم ويبتغي أن يمدحوه. نسأل الله السلامة، اللهم إنا نسألك الإخلاص يا رب العالمين. وأيضا الإخلاص ما زلنا في مكانته ومنزلته، حديث مهم لكنه في نفس الوقت خطير في معناه، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، تعرض عليه سجلاته 99 سجلا بين الخلائق والناس، يخاطبه ربه سبحانه وتعالى: هل تنكر من هذه التي دونت عليك شيء من هذه الأعمال التي كنت تعملها؟ فيقول: لا يا رب. فيقول سبحانه وتعالى: أفلك عذر؟ هل لك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى جل في علاه أرحم الراحمين، فيقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سجلاتي مليئة بالذنوب والمعاصي. فقال، فيقول له سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم، فتوضع. قال: فتوضع